شيخ كارم الفقي الداعية الإسلامي، أهلا بحضرتك معايا. أهلا وسهلا، مرحبا الدكتور، ربنا يحفظكم رب. شيخ كارم، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. من مقتضيات هذه النعمة وموجبات هذه النعمة أن نشكر الله عليها، وأيضا هناك يعني عبارات مهمة جدا في حياتنا، عبارات هي برامج عمل في حياتنا. في البداية اسمح لي، مقتضى النعمة الشكر، موجبات الشكر إيه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، صلاة يرضى الله جل وعلا بها عنا ويرضى بها عنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرفع أقدارنا بها في الدنيا ثم في الآخرة وبعد، صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. الشكر، تعالوا الأول يعني نعرف ما هو الشكر. الشكر هو أن يشكر الإنسان غيره، يشكر الإنسان من أسدى إليه معروفا، من قدم إليه مصلحة، من قدم إليه نصيحة، فيحفظ له الجميل ثم يعيد هذا شكرا إما قوليا وإما فعليا على من قدم له هذا الأمر. الشكر باللسان أن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وإذا نظرنا إلى كتاب الله جل جلاله لوجدنا في أول آية في مفتتح سورة الفاتحة أن الله جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وهذا دليل على أن شكر الله سبحانه وتعالى من أهم العبادات التي يجب على المسلم أن يتقرب إلى الله بها، أن يحمد ربه سبحانه وتعالى على كل شيء، على القليل وعلى الكثير، على الغنى وعلى الفقر، على الصحة وعلى المرض. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن أمر المؤمن كله لهو خير، لهو خير. الله، إن أصابه شر أو سوء، إن أصابه سوء صبر فكان خيرا له، وإن أصابه خير شكر فكان خيرا له. هذا الشكر إن لم يكن في بداية سورة الفاتحة فقط، فلو نظرنا إلى القرآن أيضا لوجدنا بأن الله جل وعلا كرر أكثر من سورة في القرآن، فيفتتح هذه السور بالحمد، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق الملائكة رسلا. خمس سور في القرآن يبتدئها الله جل وعلا بهذه الكلمة، الحمد لله. سورة الكهف، نعم، سورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر وسورة الأنعام والسبع المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة. افتتح الله جل وعلا كتابه بالحمد ليرشد المسلمين، أيها المسلمون انتبهوا، فإن الله جل وعلا صاحب النعم عليكم، يفتتح لكم كتابكم وهو القرآن الكريم على يد رسولكم صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين. لو نظرنا إلى الشكر والحمد في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حينما يستيقظ من نومه أول كلمة تخرج من فيه صلى الله عليه وسلم الحمد لله، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، الحمد لله أن أحيانا بعد ما أماتنا، نعم، وإليه النشور، نعم. فتكررت الصيام، ده جميل أن احنا أول ما نفتح عينينا كده نتأسى بسيدنا صلى الله عليه وسلم. عينما نتأسى بسيدنا صلى الله عليه وسلم تتحول العادات التي نعتادها كل يوم إلى عبادة، حينما تتكرر، حينما نصحو صباحا كده ونقول كده الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، يعني بسمك الله أضع جنبي، وهذه الأذكار وهذه العادات لو تعودناها لأصبحنا في حالة عبادة مستمرة. نعم، لأصبحنا فعلا في حالة عبادة مستمرة، لأننا في هذه الحالة نعيش مع المنعم قبل أن نعيش مع النعمة، نعيش مع المنعم سبحانه وتعالى، مع الله الذي خلق فرزق فسوى فأعطى فمنع فوهب فشكر سبحانه وتعالى. يا سيدنا والسادة المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي، كتير أو كل واحد مننا يعرف له جار أو صديق أو عزيز أو والد أو والدة أو أخ أو أخت نام فلم يستيقظ، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله على هذه، كان سليما فابتلاه الله جل وعلا بشيء من المرض، وهذا الأمر كلنا كل يوم نرى هذا بأعيننا، نرى هذا بأعيننا التي يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فيا هذا، يا من تشاهدنا الآن،
الله جل وعلا رد عليك روحك بعد نومك، فهل شكرت الله على هذه النعمة؟ الله جل جلاله رد عليك صحتك، فكم من إنسان نام ثم استيقظ من نومه فأراد أن يحرك يده فلم تتحرك، أصيبت بشيء، أمر الله هذه اليد أن تتوقف، فهل شكرت الله عليها أنها تتحرك؟ هل شكرت الله على النظر الذي تنظر به لترى عباد الله سبحانه وتعالى؟ طب اسمح